دكتور عباس منصور رئيس جامعه الجنوب الوادي. مرحب بحضرتك. وانا برحب بيكم وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب. كنا عايزين بس نعرف ايه راي حضرتك في الحفله النهارده. الحقيقه انا سعيد بطلاب كليه الاثار زي ما شفتهم كلهم موجودين معانا وبرحب بيهم ولهم كل سنه وانتم طيبين وتمنياتي ليهم بالتوفيق واحنا كلنا معاهم واهلا بيهم. كنا عايزين بس نسمع من حضرتك نصيحه لطلاب الفرقه الاولى. قول لهم شدوا حيلكم وكليتكم من افضل الكليات، كلية في وسط الآثار، حاولوا تستفيدوا من البيئة المحيطة حواليكم وحاولوا تستفيدوا من أساتذتكم المتميزين.